مساء الخير. طقس خريفي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط، ورح يرافقنا خلال الأيام المقبلة الحرارة معتدلة، الرطوبة عالية، البحر مرتفع الموج بسبب هبوب رياح قوية شوي، وحرارة 128 درجة، ومنلاحظ انخفاض درجة عن الأيام السابقة مع بداية فصل الخريف. تبدأ ساعات النهار تقصر وساعات الليل تزيد مع برودة ملحوظة بالجو بفترة المساء والليل، خصوصي على الجبال، وغطايتا قوية عم بتأدي لتساقط رذاذ على المرتفعات. وفصل الخريف بيتميز بإقطاف الزيتون وتحضير مونة الشتاء. ليلة طقسنا غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات مع هبوب رياح ناشطة أحيانا خصوصي بالمناطق الشمالية، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بالمناطق الجبلية خلال فترات الليل والصباح الأولى. لبكرة السبت طقسنا غائم جزئيا بيتحول بعد الظهر إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال، واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات القريبة للساحل. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 23، بالبع 14، والأرز 10 درجات. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 28، البحصاص 30 درجة، 30 بزغرين، العقورة 20، 33 بالقاع، كفردبيان 19، بعبدة 30، أرز الشوف 21، وصغبين 31 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 28 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 26 و30 درجة، بتبقى للأحد مع 26 و30، أما التنين فبتتراوح بين 27 و31 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ جولتنا مع الكويت و43 درجة، القدس 26، طرابلس 33، تونس 30 درجة، ومننهي جولتنا مع روما 24 وباريس 19. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.